فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من حلف بغير الله وهو لا يعظم المحلوف به كما يعظم الله، فهل يكون هذا شركا أصغر؟ نعم، هو الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا ارتفع إلى تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الخالق فإنه شرك أكبر. وقد مر بكم أن القبوريين يتساهلون في الحلف بالله ولا يتساهلون في الحلف بالأموات، هذا شرك أكبر بلا شك. نعم.